بكم الآن على الهواء مباشرة من مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة لوصول المنتخب الفلسطيني الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا قطر 2023 بآمال عريضة بطموحات كبيرة بآمال تحقيق الانتصار الأول في هذه البطولة. منتخب الفدائي الذي لم يستطع أن ينتصر في مشاركته السابقتين كما تحدث قبل قليل، خاض المنتخب الفلسطيني معسكرا تحضيريا في الجزائر، والآن سيواصل تحضيراته لهذه البطولة. المنتخب الفلسطيني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره السعودي يوم 9 يناير قبل الظهور في كأس آسيا قطر 2023. سيلعب المنتخب الفلسطيني في مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، ومن ثم سيخوض المباراة أمام المنتخب